بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا رسائل أسرية. أهل الكويت دائما يقولون حلواكم تدفع بلواكم. اليوم معانا دكتورنا الفاضل عبد الرحمن البالول يتكلم عن الصدقة اللي هي حلواكم تدفع بلواكم. حياك الله دكتور عبد الرحمن، وإن شاء الله مشاهدينا يستمتعون في حلقة الصدقة وياكم إن شاء الله. الله يسلمك. شنو نقصد بالصدقة؟ نعم، هل هي معنى مخصوص ولا معنى عام؟ نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة دكتورة. الصدقة معنى عام لأنها لا تطلق فقط على إعطاء المال للمحتاجين. نعم، فمن فضل الله سبحانه وتعالى كل معروف صدقة. نعم، فأتى هذا الدين فبين أن الذهاب إلى المسجد حسبت لله سبحانه وتعالى تؤجر في كل خطوة صدقة تحسب لك، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، التبرع بالملابس للفقراء والمحتاجين صدقة، وقد تكون الصدقة بالمال، قد تكون الصدقة بالابتسامة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى مكانة هذه الصدقة وحث المؤمنين عليها، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا إما رزقناكم، وقال الله سبحانه وتعالى أنفقوا، وقال الله عز وجل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فبين الله عز وجل أن الإنسان سيأتيه يوم من الأيام يحتاج هذه الصدقة. نعم، لعلي أصدق، فإنسان يتحسر في حياته، يتحسر بعد الممات على إضاعة كثير من أوقاته من دون صدقة، وهي بفضل الله عز وجل تكون بوسائل كثيرة، هذا من فضل الله عز وجل. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة هذه الصدقة، قال إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء كما يطفئ الماء النار، فهذا من فضل الله عز وجل. حتى أن بعض الصالحين يقول إذا أذنبت ذنب فتصدق مباشرة. أنت حين أخطأت خطأ معين، وكل ابن آدم خطأ، أخطأت توب، أخطأت على طول الحسنة تصدق، ممكن بالمال، لم تستطع على المال عندك الاستغفار، عندك غيرها من هذه الأمور. ولكن يتكلم صدقة المال اليوم بفضل الله دكتورة صارت سهلة يسيرة، يعني صرنا بالتلفون بالابليكيشن نقدر ندش نصدق. وإن كان أعطاها للفقير المحتاج كذلك هم أمر طيب، لأن في تربية للأبناء، لأن في أنت بنفسك تشوف المحتاج وتعطي الطعام أو الماء أو غيره. اليوم اختلفت الوسائل، فصارت هذه الفضيلة التي حثنا الله سبحانه وتعالى عليها في الكتاب والسنة متاحة. نعم، وموجودة، وهي خلق عظيم ميز الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة. نعم، طبعا إحنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نتذكر السيدة عائشة بيت النبوة، طبعا السيدة عائشة لما تتصرف عن صدقة داخل بيتها كان عندها تمرة. نعم، اللي لما دخلت عليها تمرتين، دخلت عليها يعني صحابية، الصحابية طلبتها، فبيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في إلا تمرتين. الله، فالسيدة عائشة أخذت التمرتين وعطتهم هذه الصحابية، الصحابية وكلت بناتها وما كلت، فهي تقص للنبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة. فإحنا لما نتكلم عن الصدقة طبعا مفهومها كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بهذه الصدقة. يعني يمكن تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج صحابي ودفع الصدقة لمحتاج، وآخر دفع لي، يعني في شخصيات لما نتذكرها تسابقوا في الخيرات، يعني التسابق في هذه الخيرات. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نواصل موضوعنا عن الصدقة. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نواصل مع الدكتور عبد الرحمن البالول عن الصدقة. دكتور، أنت تكلمت عن أنواع الصدقة، قلت إماطة الطريق، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. ياريت تبين شلون نعلم عيالنا شلون يميطون الأذى عن الطريق. اليوم سبحان الله، يعني تربية الأبناء بالقدوة والفعل هي يعني من أفضل وسائل التربية والتعليم. نعم، إماطة الأذى عن الطريق تكون بوسائل كثيرة. اليوم يمكن يعني في الممرات وغيرها قد تجد بعض الأمور البسيطة الملقية في الأرض. القضية ما هي بس قضية أنك تبعدها عن الأرض أو تبعدها عن الشارع، مرات لوح خشب، أمر معين في الشارع بالفريج أو غيره،
الإنسان إذا حاول أن يبتغي بهذا وجه الله وسعى في التربية يعين الله عز وجل. فأنا ممكن يعني أوخره وأعلم هذا الابن وأقول له هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أعلى الإيمان لا إله إلا الله، الإيمان مقسم إلى شعب، وعلى أهل لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه رسالة تربوية تبث إلى الابن، ترى هذا الفعل اللي أنا سويته ما هو مجرد أمر معين بالشارع بالفريج طايح وخرنا، لا، هذا فعل أمرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قضية الصدقة وفعل الخيرات إذا يعني كانت مشروع للبيت يكون فيها خير كثير. نعم. وهذا من باب المسابقة للخيرات. يعني يذكر بعض الدكتور جاسم المطوع مثلا ذكر مثال شون في رمضان تشجع أبنائك وهم المختصين بالتربية، فأحب أن يستفيد منه في هذا المجال. ذكر شون تشجع أبنائك على الصدقة مثلا في مواسم رمضان أو غيرها، فقال من بعض الأفكار أنك تضع لكل واحد منهم مشروع. نعم. في تنافسهم فيه، ففلان طبعا أكيد العمر يأثر يعني، ففلان مثلا مشروعك في هذا في هذه السنة حفر بير، كلمنا اللجنة الفلانية حفر الأبار يكلف 250 دينار. طيب هذا هو مشروعك، شلون راح تسوقه؟ شنو الأحاديث اللي أنت لازم تقولها حق الناس بين الأهل بين الأقارب بين ربعك؟ شلون تجيب لهم صور من الآبار اللي حفرتهم هذه اللجنة، فتحاول انك توصل بركة هذا المشروع ونجاحه وتنجح في مشروعك وتحقق هذا المبلغ وتأتي بالمشروع. فلان شنو مشروعك؟ فلان شنو مشروعك؟ نعم. فقد يكون واحد مشروعه مثلا جمع الملابس وتوزيعها على الفقراء، واحد مشروعه حفر بير. نعم. واحدة مشروعها مثلا تأتي بمعلمات فيحفظون للناس القرآن. فالمنافسة بالخيرات أني أنا أخلي البيت كله يشتغل في صدقات، ولكن بطريقة فيها نوع من الإبداع، ما هي الطريقة الروتينية، حتى يتنافسون ويتسابقون ويشعرون بمتعة هذا العمل. يمكن يكون بعضهم بعمر أصغر فيقول يلا أبيك تخط مثلا آية قرآنية، مقولة، حديث نبوي، ونبي نعلق ترى هذه اللوحة أفضل لوحة نبي نعلقها في الصالة لأفضل خط مثلا أو رسمة إذا كانوا في عندهم فن. فنخلي العيال يدشون في مسابقات، خليهم يدشون في أفكار معينة، في حماس معين، في الطاعة، في هذه الصدقة. هذه فكرة. الفكرة الثانية لازم توصل رسالة إلى الأبناء بأن الصدقة تكون بالمال، الصدقة تكون بالملابس، الصدقة تكون في العمل، الصدقة تكون في مساعدة الغير، تبسمك صدقة، قولك أمرك بمعروف ونهيك عن منكر صدقة. طيب تعال قول معروف ونهي عن منكر، شلون يكون اليوم؟ شنو الوسائل؟ ممكن يكون الولد هذا عنده اجتهاد بيوتيوب مثلا، عنده ابداع، عنده قناة مؤثر فيها، هل تقدر توصل فيها رسالة وانت في مجالك؟ هل تقدر توصل رسالة في البرنامج الفلاني اللي انت مشهور فيه؟ هل تقدر تأمر بالمعروف؟ هل تقدر تنهي عن منكر؟ قضية الصدقة ما هي متوقفة فقط على المال، وان كان المال جزء من اجزائها، ولكن لها معاني ولها جوانب كثيرة نستطيع ان نتنافس فيها ونغتنم كل واحد شنو متميز في عمله. طبعا حتى الحصالة ساعات الحين حصالات صغيرة، الواحد لو يعلم عياله العشر فلوس والعشرين فلس انت الحين ما تبيها حطها بهذه الحصالة، يمعهم صح يمعها. لما يعرف الياهل ان هذه الصدقة الله يدفع فيها عنك السوء، راح يتذكر ان لما يكبر راح يتعلم ان الحصالة هذه أنا وزعتها ووديتها. طبعاً الحمد لله يعني إحنا في الكويت عسى الله يعز هالبلد، والله دافع عن هالبلد كل سوء بإذن الله تعالى بسبب صدقات أهل البلد. نعم. يعني الحمد لله، يعني نحمد الله سبحانه وتعالى إن من يعني من زمان، يعني مو اليوم إحنا نتكلم إن أهل تربت الكويت تربت الناس على هذا الخلق، تربوا أهل الكويت يعني من زمان، إن لما يصير في حلاق عند البيت ولا يصير في خياط عند البيت، أهل الكويت من أصل كان الفطور والسحور يعني كانوا يجمعون على تلقى طول. على طول، ويعني نتذكر وإحنا صغار أن ترى فلان يأخذ الرز خيشة العيش يوزع على هالفقراء. نعم. فالحمد لله بلدة طيبة ورب غفور، عسى الله يحفظ هذه البلد من كل سوء. أعزائي المشاهدين، نشكر الدكتور عبد الرحمن على هذا الموضوع الطيب، وتابعونا في حلقات قادمة مع رسائل أسرية.